أيام مضت وذهبت معها أعمال الشغب والقمع للمحتجين وقطع الشوارع، ناهيك عن الوضع الأمني المرتبك. ومع كل هذا ما زال الموج الطلابي ينتفض بسلميته. الثورة عندنا والعراق الغاية، ثورة عندنا والعراق الغاية، احنا وادم للوطن شراية، احنا وادم للوطن شراية، والشجاعة والشجاع عندنا شنهاية، علمتنا عليها بالمشاية. المية في محافظة كربلاء لحد ما نحافظ مطالبنا، صار لنا 125 لحد الآن تظاهرات سلمية، طلبة كربلاء، طلبة الجامعة وكلها جاي تعتصم ويانا ساعة الأحرار، إن شاء الله باقين لحد ما نحقق مطالبنا ونرجعها إن شاء الله. الطلبة وهم قادة الثورة جددوا تأكيدهم للفاسدين أنهم باقون وهم الراحلون، مؤكدين أن المرجعية الدينية معهم والقوات الأمنية تحميهم. الرحمن الرحيم، طبعا اليوم كانت مسيرة كلها كبيرة من قبل الطلاب، طبعا طلاب الإعداديات وطلاب الجامعات. طبعا احنا نقول للفاسدين، نقول لهم ترى الثورة ما خلصت، ولا تظنون ولا تكيف، ترى فهمت؟ لا هاي ثورة مستمرة، ومثل ما تشوفوا الإعداد حتى الأهالي إجوا زين، ونلاحظ الدعم من كل الجهات، القوات الأمنية الحمد لله والشكر ويانا، واللي هي تحمي الطلاب. الثورة تمرض، تنام في كم يوم بس ما تموت. صحيح هواي تعرضنا لقمع، الى كثير من القتل، الاغتيالات، التهديد، بس احنا واقفين ومترابطين بهاي الثوره، ومستحيل انه نعوف هاي الثوره او نتخلى عن دم الشهداء. دم الشهداء دم طاهر، ودم 600 شهيد او اكثر مستحيل احد يوقف عنه. خرجنا بالسلم وستبقى ثورتنا سلميه لحين تحقيق مطالبنا. هذا ما يكرره طلبة المدارس والجامعات أثناء مسيراتهم اليومية. وعلى الرغم من قرارهم باستئناف الدوام، ها هم الطلبة بتظاهراتهم يوصلون رسالة أن الثورة مستمرة.